أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم تسود أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة، ترتفع قليلا درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم يكون طقس غالبا صافي، 25 درجة مئوية الملموسة 24 والرطوبة 49%، والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يكون طقس مشمس بشكل عام، سكاكا 23 إلى 9، عرعر 22 إلى 10، وتبوك 25 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 31 إلى 19، جدة 32 إلى 24، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 25 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 19 إلى 11، أبها 21 إلى 9، وجازان 29 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 27 إلى 12، حفر الباطن 24 إلى 11، والإحساء 27 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 25 إلى 13، بريدة 24 إلى 9، وحائل 22 إلى 9 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.